بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على امامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد الف صلاه والف سلام عليه ايتها المواطنات ايها المواطنون نستقبل غدا ان شاء الله اول ايام عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل ان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمانينه المواطن امام الوفره والتحكم في الاسعار حيث اصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها للسنوات في مثل هذا الشهر. أيتها المواطنات أيها المواطنون وإذ نحمد الله على هذا الاستقرار فإنني أجدد شكري للتجار الخيرين الرحماء وممثليهم وكل فاعلين والشركاء الاقتصاديين على كل ما بدلوه في ميدان وقوفهم فيه إلى جانب المواطن وفي أجمل صور التكاتف والتضامن مع المواطنين المتأصلين في عمق المجتمع الجزائري هو جدد لكم ولجاليتنا في الخارج تهاني الخالص لعيد الفطر المبارك دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته